قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني إن الغرفة تعد حاليا دراسة لتغيير قانون بيت التجار كاملا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتشاور مع مجلسي الشورى والنواب. وفيما توقع الزياني الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي، أكد أن الوزارة أبدت تعاونها الكبير مع الغرفة بهدف تطوير وتغيير القانون القديم ليتماشى مع توجه المملكة نحو مزيد من تطوير مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب كونه يسهل على أعضاء الغرفة والتجار تطوير أعمالهم. وعن أبرز بنود القانون الجديد، لفت الزياني إلى تضمينه القرار القاضي بإلزامية اشتراك جميع السجلات التجارية بعضوية الغرفة اعتبارا من العام المقبل.